ضيف فريد في رمضان على قناة أنفاس بريس هو الممثل التلفزي والمسرحي والسينمائي محمد حرقة. مرحبا بك لأنفاس بريس. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بك ورمضان مبارك سعيد. علينا وعليك. أنفاس نفس معنا شوية. نفسوا سعداء. يا أستاذي نعم، شي يعني طرائف راه كتختلف، شي طريفة وقعت لك يعني في شي نهار في رمضان، يعني مثلا في البلاطو التصوير ولا في الشارع ولا في الدار؟ شي طريفة وقعت لي في رمضان. وحدة اللي كنت ما كنعقل عليها، كنا مشينا للرباط الوزارة ديال مديرية الفنون ديال الثقافة، على أساس أنني كنت دفعت واحد النف ديالي على باش يدعموني في واحد العرض مسرحي، فعلى العموم دفعتو وغادي نرجع، ومشى معايا واحد الفنان ومشينا غادي نضحكي اللاعبين وهادي. وصلنا وكتعرف ملي كدور الهضرة بين الدراري وداكشي، قلت لك بحال دابا أنت غادي معايا، قلت لك يلاه تمشي معايا قدامك الرباح مزيان وهادي، والله مشينا بالفعل وصلنا باختصار. وهادي كان قدامه قدام الرباح، استقبلنا السيد الله يكثر خيره، أنا ما نبغيش نذكر الأسماء خليها. فقال لي أوكي راه حنا عطيناك واحد أربعة ديال العروض، الله يسخر غتلعب هنا وهنا وهنا. رشقات لي، قلت له شكرا جزيلا الله يجازيك بخير. خارجين وداكشي انا مع الفرحه شديته، قلت له تبارك الله عليك، يلا سيدي انا عارض عليك تشرب واحد القهوه دابا دابا دابا. هو مالو سكت وكيضحك، قلت له زيد مرحبا بك كلشي على حسابي، نسيتي بان راه كاين رمضان. واش بغيت نقول لك هذا؟ وغادي وخلاني بحال خلاني، قال لي زيد يلا مشينا لواحد القهوه قريبه تما، قلت له هذه ما عرفت مالو مسادين اليوم، قهوة زوينة وسادين، حتى هذه اللي حدا راه سادة. روبو قال لي يا حراقة جمع راسك راك صايم راه رمضان هذا. قلت لي مع الفرحان دخلت الفرحان سيتي رمضان. ضحكنا 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 زوينة زوينة. هذا بنادم كينسى، كاين اللي كينسى وكيشرب الماء، هذه من الطرائف، من الطرائف الرمضانية. رمضانية كاين شي جديد فني في رمضان إن شاء الله؟ من ناحية التلفاز ما كاين شي حاجة، شي ضيف شرف شي حلقة وهادي وهادي والو في التلفاز، رغم أن هذا العام كاين أعمال كثيرة مسلسلات وأفلام وداك الشيء، ولكن الحظ غياب ديال محمد حراقة. غياب نسميه غياب ماشي غياب، الخير فيما اختاره الله. بنادم اللي كتجي راه كتجي، ملي ما كتجيش راه ما كتجيش. فعلى العموم الله يوفقنا حنا. المهم أنا اللي كيهمني هو الميدان الفني عندنا يزدهر ويكون غادي في طريق النجاح دائما لكل شيء، كاع الاخوان كاملين الفنانه والفنانات وكل شيء. وكنبارك لكم حواشر بمناسبه رمضان، تبارك الله عليكم وبالتوفيق.